وبشأن سد النهضة الإثيوبي وتداعيات ملئه على السودان ومصر، ينضم إلينا عبر الهاتف من ستوكهولم المتخصص بشؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري. دكتور أنصاري، مرحبا بكم. يعني بعد أن أعلنت الحكومة الإثيوبية إنجاز المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة، كيف ترون مستقبل المياه في السودان ومصر؟ شكرا جزيلا. أهلا بك سيدي الكريم. عزيزي، مثل ما تفضلت، المأساة راح تكون كبيرة وراح تتأثر كل نواحي الحياة في مصر والسودان من إملاء سد النهضة وتشغيله. لكن في مثل هذه الحالات أنا أستغرب بالحقيقة، يعني دولة من تريد تبني سد هذه تأخذ فترة طويلة، سنين. المسألة يعني راح تطرح أولا للشركات، تطلب من الشركات تصاميم، وبعدها توافق على تصميم وتطلب من الشركات الأجنبية أن تجي تنفذ. زين، كل هذه الفترة السنين وين مصر كانت والسودان؟ يعني المفروض كان لازم من أول ما يسمعون بهذا الشيء يشتغلون على الصعيد السياسي والعالمي وعلى المنظمات غير الحكومية للبيئة وحقوق الإنسان. يعني هسه من بدأوا يريدون يملون السد، يلا مصر تحركت. فهذا الإجراء المصري متأخر جدا بالحقيقة. طيب دكتور، دكتور، نعم. لماذا يعني نحن نسمع في نشرات الأخبار خاصة في القنوات المصرية يقولون كان يجب على أثيوبيا إبلاغ مصر والسودان في عملية المرحلة الأولى في ملء السد، لماذا على أثيوبيا هذا الإبلاغ؟ لماذا تبلغ مصر والسودان؟ أي هذا الشيء بالحقيقة المثالي، لكن الواقع غير شيء. فدائما دول المنبع تكون هي المسيطرة. طيب. صورة عامة، والدول اللي تليها هي تكون المتأثرة، وآخر دولة في حوض النيل هي مصر، فهي راح تكون اكثر تاثرا. زين، فاحنا قلنا اكو شيء مثالي واكو واقع. يعني نفس الشيء بحوض نهر الدجله، نهري دجله والفرات. نعم. هي السدود اللي تبنى في تركيا وايران يبلغون العراق بها وياخذون موافقتهم. لا، كل دوله تشوف نفسها انه هي تفرض ارادتها. وبالنسبه الى سد النهضه ايضا اثيوبيا هي تريد تفرض ارادتها. واذا نتابع الاخبار بصوره جيده نشوف ان هذا السد ضخم جدا، واثيوبيا ما تقدر هي بمواردها الموجوده تبني مثل هذا السد. طيب. وراها دول اخرى تدعمها في بناء هذا السد، وتريد تاثر على السودان ومصر اقتصاديا واجتماعيا ومن طيب. كل نواحي الحياة. دكتور، يعني في 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 هذا المفصل، يعني السودان أقرت وقالت هناك انخفاض واضح من حصتها في نهر النيل، لكن سؤالي هنا متى ستتأثر مصر بهذا الانخفاض؟ بعد أيام أم أشهر دكتور؟ لا، بعد أيام. ما دام وصلت إلى السودان بعد أيام راح تتأثر مصر أيضا. دكتور، تعتقد أن أثيوبيا لم تلتزم بحقوق دول المصب الواردة في الاتفاقيات الدولية المنظمة للمجاري المائية عابر الحدود؟ إلى أي مدى انتهكت أثيوبيا هذه الاتفاقات؟ نعم، أثيوبيا ما طبقت الاتفاقيات، وأكو اتفاقية أقرتها الأمم المتحدة سنة 97، تموز 97، ووافقت من الدول اللي وافقت عليها هي أثيوبيا. الدول اللي ما وافقت ثلاثة معروفة، الصين وبوراندي وتركيا. طيب. لكن أثيوبيا من الدول اللي وافقت على هذه، والمفروض أنه تنسق مع الدول المشاركة لها في الحوض. لكن قلنا احنا الواقع شيء والمثاليات شيء آخر. هاي المشكلة. طيب، أنا أشكرك عبر الهاتف من ستوكهولم المتخصص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري، شكرا جزيلا لكم.